هو المبدع القدير المحب لمصر وشعب مصر، الحاصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 2013 من الرئيس السابق عدلي منصور، وهو المبدع القدير رئيس شرف المهرجان الفنان حسن يوسف. مساء الخير عليكم جميعا، والشكر موصول لكم أولا لتكرمكم بالحضور، والشكر غير موصول بتاتا لكل من استعمل معهم النباخة، مدير المهرجان الصديق علاء نصر وسماها بيروقراطية، ولكن أنا أسميها قلة ذوق وعدم احترام للدولة، لأن بيبقى فيه مهرجان معروف وقالوا دي سادس دورة يعرض فيها المهرجان، ويبقى عندنا ضيوف مهمين من الهند، ولسه الرئيس عبد الفتاح السيسي راجع من زيارة هامة في الهند، فنفكر إحنا إن إحنا نشجع هذه الزيارة، نشجع النشاط الثقافي، فنبدأ بدعوة ضيوف مهمين من صناعة السينما في الهند ويقبلوا الدعوة شاكرين، فتكون النتيجة إن إحنا ما نقدرش نجيبهم عشان 4 تذاكر طيران ما قدرش وزارة الثقافة أو الجهات المسؤولة إنها توفر 4 تذاكر طيران من الهند إلى مصر في الوقت اللي احنا شايفين هؤلاء المسؤولين رايحين جايين على باريس وعلى لندن وعلى بيلاقوا تذاكر ازاي ساعة ما يحبهم ما يلاقوها بيلاقوها. انما لما نجيب ضيوف ممكن يعملوا وصمة عار في وجه الدولة، لان دول دعوا وبلغوا الصحافة عندهم انهم هيجوا، واذا بيهم يعتذروا طبعا هيسألوهم زي اي نجم. عن انا الصديقة العزيزة الفنانة القديرة سوسن بدر لما قلت تفضلي انت مكرمه وما تجيش، هكلمها تفرقه الاولى ما جيتيش ليه؟ هتقولي انا ما لقيتش حد يستقبلني على الباب، جيت لغايه الباب ومشيت. فهم كانوا نجوم في بلدهم هيتسالوا ما جيتوش مصر ليه؟ هيقولوا ما قدروش يبعتوا لنا 4 تذاكر طيران، وبعد ما استقبلنا الدعوه اعتذروا لنا، وبالتالي سفير دوله الهند كان المفروض يبقى حاضر بينا اعتذر، قال مش معقول تتم إهانة الوفد الهندي من بلدي اللي كان جاي يحضر المهرجان وأنا أجي أحضر، فأنا آسف. كان لازم نقول لكم ده، وكان لازم نقول لكم لأن أنا يعني دي غصة في حلقي وما قدرتش أداريها وأعمل لها يعني زواء زي ما علاء عمل، فكان لازم أقول لكم باعتباركم أنتوا الأسرة اللي حاضرة معانا واللي هتشجعوا هؤلاء المبدعين. أتمنى طبعاً أن أشكر الأستاذ علاء نصر وزملائه اللي اختاروني لرئاسة شرف المهرجان، لأن زي ما قلت له أنت ترحل صح فيا السينما من جديد. أنا يعني باختصار كده أنا عجينة من 85% سينما أو 80% سينما و 20% تلفزيون، لأن أنا من 59 بشتغل سينما وبطلت لما دخلت في المقاولات ومش عارف إيه، لكن السينما تجري في شرايين الفنية وفي عروق الفنية، وقلت له انت هتصح كده فيا رغبة العودة الى السينما سواء منتجا او مخرجا او ممثلا.